كنتوا واجدين دابا بالسوق ديال برشيد، وحنا خويا جينا للسوق دابا كنلقاو واحد الثمن خيالي، ها 80 ها 60 ها 40 45، والدرويش مسكين راه ما كاينش باش غياخد الحول، وانت كتقول لك الرخا الرخا فين هو هذا الرخا هذا؟ والله ما هذا هذا منكر وصافي، من الصباح حنا كندورو ما كاين والو، اول ثاني يوم جيت البارح واليوم البارح كان السوق طالع واليوم السوق طالع. وربع شهور حنا محبوسين ديال كورونا، وحنا دابا خرجنا باش تقداو الحول جاب الله واحد المصيريف، وحنا دابا ما كنشوفوا والو، ما كاين ما يدار في السوق، السوق طالع بزاف. هادشي الشيء اللي جاي بغى يشري ولكن كيلقى ثمن غالي ما عندوش. واش غنقولوا الله يصاوبوا صافي. كاع المغاربه 36 34 هادشي جا الدراوش، ولكن ما كاينش الثمن هذا كتسمع 40 والفوق. والله يصاوب هادشي اللي كاين. المليح والو ما كاينش المليح. المليح ما كاينش. أنا ولد الدار البيضاء. جاي من الدار البيضاء ولكن كنشوف السوق ناقص ماشي صافي. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كنتواجدوا في السوق في الرحبه ديال الغنم نيت برشيد. كما كتشوفوا رغم بان السوق اليوم عامر بوجه، الا كتشوفوا ما كاينش شي مليح. الناس الاولين كيقولوا بان المليح بثمنه، كيبان لي بان كاين بزاف اكثر من الشناقه. انا بدوري جيت اليوم كنقلب على شي حولي، رغم بان كاين الثمن ثمن في المتناول ديال جميع الساكنه. نتمنى ان شاء الله انه يرفع لنا هذا الوباء. خويا هذا عطيني 80 الف ريال. السوق خويا على حسب المليح، المليح راه بثمنو والعاني راك بثمنو. هذا اكبر واحد في السوق. معالو بيوع حتى 120 حتى 130 حتى 140 كاين. شحال طالب؟ وعطونا 80 و 120 مع موالي. شحال باغي فين؟ كنقولوا 140. ها 140 140 ها 80